تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا لا يتعلم الجيش السوري من جيش الاحتلال الفرنسي أيام الانتداب على سوريا؟ ألم يتوقف الفرنسيون وقتها عن قصف الثوار عندما كانوا يلجؤون إلى المناطق المدنية والمساجد احتراما للمدنيين؟ لماذا لا يتعلم من الجيش الإسرائيلي الذي يحاول تجنب قصف المناطق الآهلة بالسكان قدر المستطاع في لبنان وفلسطين؟ ألا يتخذ حزب الله من المناطق المدنية ملاجئ له لأنه يعرف أن الطيران الإسرائيلي